الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي ولع نار. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده من ستارز اوف فانتسي. حلقه يمكن انا وميدو النهارده، بس سيف عنده ظروف فمش موجود معانا. يمكن احداث كثيره الاسبوع ده او الاسبوعين اللي فاتوا، على الرغم ما فيش طبعا كوره في العالم كله، لكن في اقتراحات الدوري ترجع ازاي، في اقتراحات غريبه جدا او نسمعها مع ميدو دلوقتي. طبعا الاول قبل ما اتكلم برحب بالعالمي كابتن حبيبي كابتن حازم، نجم السوشيال ميديا حبيبي، نجم الانستغرام. الصور بتاعت انستغرام مدلولك ليها ايه يعني؟ يعني صوره في صور بتنزل غريبه شويه. زهقان والله، واحذر مني وانا زهقان، وهنزل لك صور قريب وفيديوهات. لا بلاش، ابوس ايدك، خليك في نفسك. طيب ميدو، يمكن انت طبعا كلها بتفكر الموضوع، يمكن عندنا احنا اساسا ما فيش جمهور، فكان الامور بالنسبه لنا معقوله شويه، لكن بالنسبه لاوروبا هل ممكن مستساغه انك تلعب من غير جمهور؟ يعني يمكن نوريس رئيس مؤسسه ميديا برو الاعلاميه قال لك الخسائر تبقى 7 مليار يورو، هي خسائر لن تستطيع كره القدم ان تتحملها. هل ممكن السنه دي الدوري يرجع في انجلترا ولا في اسبانيا ولا في المانيا؟ يعني في حلول ان هم يعملوا حظر للعيبه زي كده، الحظر اللي بيبقى في الاوتيل، يقعد في اوتيل لغايه ما الدوري يخلص، كل الفرق تقعد كل الفرق في اوتيل لغايه لما الدوري يخلص من غير جمهور ويقفلوا الدوري. هل ده ممكن يكون حل؟ لا لا، انا شايف اول حاجه ان انجلترا اتاخرت جدا والويفا اتاخر جدا في قرار ايقاف المسابقات. ويمكن لو انت شفت كابتن حازم ان من ضمن الحاجات اللي وسعت الموضوع جدا في ايطاليا ماتش اتلانتا وفالنسيا. ماتش اتلانتا وفالنسيا راح 40,000، والفرقتين 40% و50% منهم جالهم الفيروس، وطبعا نقلوه لاهلهم ونقلوه الناس، فده مع الناس اللي راحت. فالنهارده اخر حاجه تبقى موجوده مهما كانت الخسائر الماديه، روح البني ادم اهم. وانت النهارده كده بتخاطر بروح اللعيبه، بتخاطر بصحه اللعيبه، مستقبل اللعيبه. حتى لو انت هتم عزلهم انت مش تعرف ان انت تتحكم في الامور بشكل كامل. ف صعب جدا، خاصه مع تزايد الاعداد في انجلترا دلوقتي، وبرده انجلترا الحكومه البريطانيه اتاخرت جدا في اتخاذ قرارات، وهو ده اللي دخل انجلترا في مشكله كبيره جدا. فصعب صعب صعب جدا. يعني الراجل جونسون، بوريس جونسون، كان الاول برده متعامل مع الموضوع باستهتار كبير جدا، يعني وانا مستغرب ما كانش في اي ليدرشيب. الراجل كان يعني ده طلع بتصريح، اصعب تصريح طلع متاخر برضه. ماشي، ما انت في فرق ان انت تقول تصريح سعدوا لفقدان حبايبك، في فرق ان انت بتاخد تصريح، بتقول تصريح وانت بتاخد اجراءات احترازيه. ما كانش في اي اجراءات، سابوا المدارس في انجلترا لسه واقفه الاسبوع اللي فات. بس الولاد الصغيره اكتر ناس كاريرز للفيروس ده، الولاد الصغيره، بس هم عشان الميونت سيستم بتاعهم مجهز بتاعهم عالي، بس يقدروا ينقلوها للجده وبتاع، فده اللي عامل مشكله. صعب جدا ان الكوره ترجع. يعني دلوقتي قال لك خسائر الكوره 7 مليار يورو، الخسائر دي قال لك الكوره لا تتحملها. ليه لا تتحملها؟ ليه؟ انت النهارده لازم الفيفا والويفا عندهم هم. طب ما هيعملوا ايه في عقود اللعيبه اللي شغاله؟ يعني في مثلا ميسي قال لك احنا هناخد 70%، بس يعملوا بي كات للعيبه كلها. مين بقى؟ هل الفيفا هو اللي يقول للناس هتعمل؟ الفيفا والاتحادات المحليه. السنه دي في العقد تتحسب في العقد ولا تتحسب تتخصم؟ يعني مثلا اللي عنده اخر سنه السنه دي او ماضي 3 سنين، السنه دي تتحسب ازاي في عقده؟ هتتحسب ولا كانها لم تكن؟ ما تتحسبش، كانها لم تكن، نيلم فويد. نيلم فويد يعني كانها لم تكن، ولا حد بطل ولا حد ينزل ولا حد يطلع ولا حاجه. احنا في وقت صعب جدا، وقت. بس سميد هقول لك حاجه، معلش برضه هتعمل ايه؟ طب احنا كلنا بنتكلم واحنا برضو على ايه، على البحر اسمها ايه، على شط عوام ولا اللي على البر عوام اسمها ايه؟ اللي على البر عوام. اللي على البر عوام. وانا عايز اعرف يعني، لكن اللي عنده مسؤوليه وعنده باي يعني باي رول بيدفعه، دي مشكله كبيره، مش هينفع يعني. خلي بالك موضوع بالنسبه لك انت واحنا كده قاعدين نتكلم، احنا ايدينا في الميه برضه. انت راجل النهارده بتاخد ملايين الملايين الملايين. مين انت؟ ما سيبك من احنا، يعني قصدي سيبك من لعيب الكوره المهم، انا بتكلم مثلا درجه ثانيه درجه ثالثه. لا دول الدوريات دول اللي غلهم الدوري في انجلترا. لا بالعكس، انت دول اللي غلهم وكان النتيجه لم تكن من درجه الدوري الثالثه. ماشي، دول يعني سيبك من اللي هو التوب اللي هو مش تفرق معاه. لكن في ناس، وعلى فكره في الدوريات الكبيره، يعني مثلا فرقه مثلا سي مثلا في ايطاليا مثلا يعني سبال على مش عارف، ما دي فيها لعيبه بتاخد بال 100 ب 10000 يورو و 20000 يورو بس. ولا قول ان اكتر واحد بياخد من مليون يورو
ان اي واحد بياخد مثلا زي التاكس لايرز زي 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 ما بتيجي النهارده اللي بياخد مليون يورو في في في, في, في اوروبا ما بيدفعش تاكسز ما بيدفعش ضرايب زي اللي بياخد 10,000 صح. اعملها لايرز قول ان لعيب الكره اللي بيتقاضى اكتر من مليون من مليون يورو سيتم خصم 40% من عقده واللعيب اللي بيتقاضى اقل من 500 هيتم خصم 10%. اعمل توازنات بحيث ان انت ما تظلمش حد. لكن انت شايف ان الدوري ما يشتغلش في اي حته ويبتدي بقى من شهر 8 لو ان شاء الله الامور تحسنت شهر 8 تبتدي دوري 2021 عادي كل موسم من موسم جديد والموسم ده كانه لم يكن على مستوى ليفربول ما ياخدوش الدوري ام هاريس حظهم حياه البني ادم اهم. طيب انا عندي حاجه على ليفربول وكان تصريح مهم لجوندوجان برضه هاخد رايك فيه بس خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن عازم اهلا يا جماعه بسرعه الكابتن هيمدي لي على الجبس. سلامتك اطردسك دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم هتقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيك. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. قال انا يا كابتن الدول انفرتور ده اقول لك ايه الاسرع تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ الاثنين طبعا هو ده الدول انفرتر كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء وبينقي الهواء بالبلازما اينايزر. تكييفات ال جي بايدين اتنين واي تكييف تاني بايد واحده بالظبط. سوفونير بقى يا كابتن على الجبس. إيه القلم يا مستعجل يا مغاوي خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن. القلم يا جماعه ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر تكنولوجيا توفر. ورجعنا لكم تاني في ستارز اوفنسي برعايه زد وتلفزيونات ال جي نانو سيل. ميدو يمكن قريت تصريح من 3 ايام كده على تويتر لجوندوجان قال لك يعني بمعنى الكلام الاحق والاحسن بالاحق يعني ان ليفربول هو اللي نديله الدوري السنه دي وهو منافس ليفربول ومانشستر سيتي طبعا اكيد فرقه كبيره وعنده جمهور. انا بتكلم بقى سياق من التصريح على بتخيل ده لو حصل هنا في مصر هل ممكن لعيب يقولها مثلا لو حد من زمالك قالها على الاهلي او الاهلي قالها على الزمالك هل ده تصريح طبيعي ومنطقي ولا شايف هو كمان بالنسبه له وبالنسبه للانجليزي انت عايش في انجلترا ده تصريح مش منطقي ان يقول كده مثلا رئيس نادي الزمالك قال كده ورئيس نادي المصري قال كده قالوا كده رسمي قال ايه تصريحات تلفزيونيه ان خلاص الغوا الدوري وودوا الدوري للاهلي لا قالوا كده قالوا كده وسمير حلبيه قال كده بس الكلام ده يعني كلام يعني بس انا بتكلم فعليا ان لعيب كوره وهو بينافس ويطلع يقول يعني ادوا ادوا للمنافس لا لا تراينج تو بي نايس من بس. هو عادي يعني انت مش من حقك ما ممكن ما يقولش اساسا هو بيسكت يعني بالعكس ده انت خلاك لا انا بتكلم في فكره ان يعني عايز هنا في مصر التعصب اللي موجود وان كل واحد بيشوف فرقته احق وان لا ده حقه وده حقه. هل في انجلترا الناس بتفكر مش تعصب يا كابتن النهارده زي ما الناس بتقول مثلا المفروض الاهلي لا يعني الواحد بيحب فرقته يعني ايوه يعني انت النهارده في ناس النهارده بتقول المفروض يدي الدوري للاهلي ايوه بقول لك الدوري للاهلي دي ما انا عشان كده بقول لك طب وفي 2004 انا بقول لك مثلا لو حد من الزمالك لعيب من الزمالك طلع قال لك ادوا الدوري للاهلي هل ده منطقي ما انا بتكلم بفكره بتاعتك بتاعت انجلترا انت عشت هناك مش منطقي هل ده هناك منطقي يعني مثلا لو مشجع مانشستر سيتي ولقيت قال كده هبقى عادي كول ولا هحس ان هو بيقول اي كلام يعني انا بحب انا مع ان الموسم كانه لم يكن ومش مع ان حد يطلع يجامل حد على حساب ناديه انا نادي وبعدين النهارده مثلا مجن الموضوع مصر صح طب ما نادي في 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 مواسم لا بس مصر هنا احنا لسه ما دخلناش الدور الثاني فانت برضو عندك 17 ماتش بس في ناس عندك 17 ماتش لا معلش عندك 17 ماتش ممكن يبقى الجاب يقل لكن انجلترا خلاص فكان ليفربول نص ثلاث ماتشات وياخد الدوري يعني الامور مختلفه شويه انا عايز اسال سؤال مش في مواسم اتلغت قبل كده في الدوري المصري صح ليه ما تمش اعطاء الدوري للمتصدر ليه ما حصلش يبقى ليه دلوقتي ان احنا نقول ان والله بعيد عن الاهلي والزمالك انا مش بتكلم دلوقتي على فكره ان لو الدوري اتلغى يروح لمين انا بتكلم على فكره اللعيب اللي في الفرقه المنافس اللي بيشوف ان المنافس احق فيديله فكره المنطقيه دي في كره القدم يعني انا مش مع انا مش مع المجاملات ما جاملش حد على حساب ناديه انا ضد التصريحات دي انا مع ان حتى لو انت بتفكر كده ما تقولش كده لان الدوري ما انتهاش ليفربول ممكن يتعثر ممكن عادي جدا ان هو يتغلب من الماتشات اللي جايه ماتشات كتيره وعادي شفناها في الكوره برضه من الحاجات اللي شفتها غريبه مش غريبه لميسي لكن غريبه على برشلونه ان برشلونه يعتبر نادي كبير قوي
لكن تحس عنده ازمه ماديه كبيره طبعا. ما بيقبضش الموظفين. معقوله نادي زي ده بالحجم ده دلوقتي لما تروح تتفرج على ماتش برشلونه لما تشوف بس المحل بتاعه الفان شوب بتاعه ملايين جوه ازاي، ولما يقف شهرين الدنيا عنده مشكله كبيره جدا. يعني انا شفت يعني عجبني جدا مثلا انيلي بصراحه رئيس يوفي بيتكلم كلام مهم، قال لك انا مش مهم اخد الدوري واللعيبه لازم هي اللي توافق على ان انا اخفض لها، انا ما اقدرش يعني. طب برشلونه عمل كده اللعيبه اللي وافقت يعني اللعيبه اللي خدت ما انا فاهم اللعيبه خدت، بس تحس ان برشلونه عنده ازمه ماديه كبيره. عارف ليه يا كابتن حازم؟ لان انديه لو انت قريت كويس قوي عن الموارد بتاعه الانديه الاسبانيه هتلاقي ان معظمها لونز من البنوك. يعني حتى ريال مدريد عليه اللونز واخد لونز من البنوك ب 300 مليون يورو. فالنهارده اللونز دي عليها انترست، عليها انترست، عليها فوائد. فالفوائد دي بتخلي دايما الانديه دي تحت ضغوط كبيره جدا ان هو لازم يبقى عنده موارد داخله باستمرار. الموارد دي لو وقفت هو هيستراجل او هيتعثر في ان هو يدفع للبنوك. فموضوع اللونز بتاعت البنوك بيحط ضغوط كبيره جدا على الانديه، واسبانيا السيستم بتاعها كده. يعني اسبانيا على فكره ليهم سيستم مختلف، عندهم انتخابات وعندهم وعندهم قروض من البنوك، الانديه حقها انها تاخد قروض وتدفع، يعني قصه كبيره. لكن جميل جدا ان احنا نشوف ان الناس اللعيبه النجوم اللي معاهم ملايين حاسين بالناس اللي حواليهم وحاسين بالموظفين اللي شغالين في النادي وحاسين. النهارده انت عندك نادي زي توتنهام، توتنهام خدوا قرار ان اي واحد ما بيشتغلش في الكوره، يعني اي موظف ما بيشتغلش في الكوره مش هنديله مرتب، وان هو لازم يعمل يقدم فايل للحكومه عشان الحكومه تدفع 80% من السالري بتاعه. ليه يعني؟ انا برضو ضد كده، انا شايف ان توتنهام مش المفروض يعملوا كده. انت نادي يعني ايه؟ اي حد ملوش في الكوره، توتنهام نادي ايه اساسا؟ نادي كوره. لا يعني بس في موظفين جديد كتير مش شغالين في السبورت سايد، يعني شغالين في موظفين شغالين في البي ار مثلا، في شغالين في شغالين في البي ار شغالين في الميديا مثلا، اي حاجه. قال لك كل الناس مش هتدفع لكم مرتب من دلوقتي، وتقدموا فايل للحكومه، تقدموا بتاع ان انت ما بتشتغل مش شغال. فكده كده القانون الانجليزي بيقول لك ان انا ادفع له 80% من يعني لو كان بياخد 1000 هياخد 800 بس، ياخدهم من الحكومه مش من عندي. ليه؟ انت نادي عندك ملايين ملايين ملايين، ايه اللي يخليك تعمل كده؟ والنهارده على فكره وامبارح هاري ريدنا طلع انتقد اداره توتنهام بشكل كبير جدا. ان المفروض في الوقت ده ان انت تقف مع الموظفين بتوعك ما تتخلاش عنهم. تمام. طيب خلينا نطلع لفاصل تاني ونرجع نكمل كلام. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن حازم اهلا يا جماعه، بسرعه الكابتن هيمدي لي على الجبس. سلامتك اطردسك؟ دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره، تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم؟ ما تقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيي. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. قال يعني ايه يا كابتن الدول انفرتور ده؟ اقول لك ايه الاسرع؟ تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ اثنين طبعا. هو ده الدول انفرتر، كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء، وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر. تكييفات ال جي بايدين اتنين، واي تكييف تاني بايد واحده. بالظبط. سوفونير بقى يا كابتن على الجبس. القلم يا مستعجل يا مغاوي، خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن. القلم يا جماعه، ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر، تكنولوجيا توفر. ورجعنا لكم تاني برعايه زد وال جي وتلفزيون نانو سيل. يمكن السؤال طبعا دلوقتي كله او الدنيا كلها على احمد فتحي والتجديد لاحمد فتحي وطبعا وذهابه الى بيراميدز تقريبا. انا مش هتكلم على احمد فتحي كاحمد فتحي، هتكلم على النظريه كلها. هل الاحتراف بكل صوره موجوده، ولا الاحتراف لو النادي عمل الاحتراف يبقى هو صح، لو اللعيب عمل الاحتراف يبقى لعيب مادي وبتاع فلوس؟ احنا هنا في مصر بنقيس الحدث بمين اللي عمله وعمله، لكن مش 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 بنقيسه بقياس واحد. يعني النادي لو هو اللي خد القرار يقول لك، لو مثلا لعيب مشى لعيب يقول لك عشان هو مش مستفيد منه، ده حق النادي وحق الاحتراف. لما اللعيب هو اللي يسيب النادي ويروح لنادي تاني بيديله فلوس اكتر، بنقول اللعيب مش كويس واللعيب بيدور على الفلوس. انت شايف رايك ايه؟ هنتكلم طبعا عن موضوع احمد فتحي اكيد ده اللي هيورينا ليه، لكن شايف الجمهور معاه حق ولا اللعيب معاه حق؟ انا شايف يا كابتن حازم ان اي نادي خاطر بان هو نجومه ولاعبيه يخشوا في الريد زون اللي هي الست شهور الاخرانيين، فهو بيخاطر بمستقبل فريقه.
مفيش ولا نادي في العالم. يعني احنا دخلنا بقى دلوقتي زي الاوروبيين خلاص. مفيش ولا لا نادي. يعني انت يعني زمان تعاملك مع المصريين واللاعب المصري هو بيبقى في اخر 6 شهور، مفيش حد بيجدد قبلها بسنتين ثلاثه. يعني قصدي ده طبيعي كان وكانت ايوه انا فاهم يا ميدو والله، بس انا بكلمك ده الاسلوب المصري في التعامل مع اللعيبه، واللعيبه نفسها بتبقى مؤهله من اخر سنه نبتدي الناس تتكلم معاها. غلط. ليه؟ انت شايف الموضوع ده دلوقتي؟ لا لازم سنه ونص عشان اللعيب ما يبقاش هو اللي في الدرايفنج سيت، هو اللي سايق المفاوضات. انت كل ما بتتاخر في انديه بتبقى فاكره ان هو كل ما بيتاخر التفاوض كل ما بيحط اللعيب تحت ضغط. لا بالعكس، انت النادي بتحط تحت ضغط، ده نمره واحد. نمره اتنين، لا هو النادي بيتحط تحت ضغط طبعا، بس زمان هو اللي في الدرايفنج سيت. بس زمان يعني كان شغل الاهلي والزمالك، اللي هيمشي من الزمالك يروح الاهلي او اللي يمشي من الاهلي يروح الزمالك. دلوقتي في نادي بيراميدز. طيب بقى الموضوع كبر كمان اكتر. يعني بقى الموضوع مش ان انت لو انت عرفت ما عندك معلومه ان مثلا واحد زملكاوي وعرفت الاهلي مش هياخده، فانت خلاص هتطمن وهتجدد معاك براحته. يعني انا انت جايب لجنه التخطيط في الاهلي صح؟ لجنه التخطيط دي المفروض جزء من شغلها مهم جدا. مين اللعيبه اللي رانينج اوت اوف كونتراكت؟ مين اللعيبه اللي عقودهم؟ ابتدي من بدري اشتغل عليهم، ابتدي اشتغل عليهم. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان كل اسرار المفاوضات والحاجات يعني كل اللي بيحصل ما بين التو بارتيز ما بين الاثنين الطرفين ما ينفعش يبقى على المشاع، لان انت كده في رايي يعني انت بتخسر ثقه اللعيب. اللعيب عايز يحس بالامان وهو بيتكلم. ما ينفعش النهارده بقى انا بتفاوض معاك كابتن حازم، انت النهارده معوض مجلس اداره في نادي الزمالك صح، وانا لعيب في نادي الزمالك او انا بتاع. ما ينفعش النهارده اخرج من الجلسه اللي بيني وبينك بعد ربع ساعه الاقيها في كل الويب سايت طبعا صح ولا لا؟ ده حصل مع فتحي طبعا، ده هو حصل مع التلاق مع كل الناس، مع حسام عاشور ومع فتحي وكله، ان هم حاسين إن, ان 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 في جزء منهم حاسس بعدم الامان. ال 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 الناس اللي شغاله، اللجان الالكترونيه اللي شغاله، والناس اللي بتشتغل، والمواقع وبعض الصحف اللي هي بتحط ضغوط على اللعيبه عشان في الاخر يرضخ ويشتغل، الاسلوب ده مش هيمشي. والاسلوب ده انت جربته مع عبد الله السعيد وما نفعش صح ولا لا؟ ما نفعش، وكان عبد الله السعيد هيطير منك وراح مضى في حته ثانيه. فالنهارده لازم يبقى فيه النهارده، لو انا رئيس النادي الاهلي بكل امانه، اول حاجه هعملها ان انا لازم احاسب الناس اللي شغاله، انتوا ازاي فضلتوا كل ده لغايه لما خليت اللعيب هو اللي بيتحكم فيا. لازم احط سيستم، لازم كل نادي يبقى ليه بوليسي. البوليسي ده ما هو واقف جاله مثلا قبلها بسنه ونص، قال انا عايز، قال انا مش عايز جاد دلوقتي يا كابتن، هتعمل له ايه؟ هعمل له ايه؟ مش هلعبه. مش هتلعبه صح؟ وعلى فكره ده لعيب مهم. اقول لك حاجه، اريكسن في توتنهام معلش، ما انا اقول لك اهو بقالهم سنه مش يلعب صح؟ صح، اريكسن في توتنهام بقالهم وشفتها كتير جدا. اكبر مثال اقول لك اريكسن عشان هو اقرب واحد صح، ما لعبش كتير السنه دي، ما لعبش. ومن اول السنه اللي فاتت دانيال ليفا بيطلع يصرح ان انا بقول ان اريكسن هو لازم يجدد عقده وان هو لازم يشتغل، وخلاص مش تلعب، خليك بقى اقعد انت السنه ونص. ليه بقى لما لعيب ينقص له 6 شهور بس ممكن يقول لك خلاص انا هقعد 6 شهور دول مش هلعب، لكن لما يبقى ناقص له سنه ونص طب تعالى يا حبيبي سنه ونص دول مش هلعب، اقعد. بس انت لو قعدته مثلا خسرت ماتشين ثلاثه مش هلعب، هتلاقي الناس والاعلام يقول لك انت كده مش محترف، هو لعيب عندك ماضي ولعيب موجود عندك تستفيد منه لغايه اخر لحظه. لا لا. وياما سمعنا الكلام ده على ناس كتير جدا اللي يقول لك لازم تستفيد منه. هو احنا الانديه عندنا احسن من الانديه بره؟ انا بقول لك ما ده، بس ده بيحصل يا ميدو. انت لو قعدت لعيبه، في ناس عملت الفكره دي وجت خسرت ماتشين ثلاثه، فتلاقي الجمهور وتلاقي اعلامك بيضغط عليك انت يقول لك انت كده مش احتراف، الراجل قاعد عندك وماضي عقده ومستفيد منه لغايه اخر لحظه. مصلحه النادي ومستقبل النادي اهم من النتائج. ما انا ما عنديش مشكله الكلام ده. انا لو انا رئيس لكن نادي، لو رئيس نادي عليه ضغوط وفرقه بتلعب على بطوله مثلا ولاعيب مهم إيه؟ عندك ورحت مقعده ماتشين ورحت خسران مثلا ولا متعادل، مش هتستحمل ضغط الجمهور. مفيش نادي، مفيش فرقه كبيره بتقف على لعيب، ده نمره واحد. اللعيب مهم واللعيب المهم بيفرق في النتائج وكل حاجه، لكن بقى لما اكون انا قبلها بسنه ونص يبقى بقى من الصيف اجيب لعيب بديل. وكمان ميزه السنه ونص عارف ايه يا كابتن حازم؟ ان خلاص ان انا ببقى قاري الجيم. اللعيب لو مش عايز يجدد معايا يبقى انا عندي ترانسفير، في عندي ثلاث ترانسفير، يعني في عندي اثنين ترانسفير جايين يعني اقدر ان انا بيعه فيهم. خلاص دخل في الريد زون مثلا، سي مثلا طارق حامد مش عايز يجدد وخلاص انا من سنه ونص بكلمه وهو مش عايز يجدد، 6 شهور دول انا قعدته وجيت في الصيف اعرضه للبيع وابيعه بسعر كويس. طيب في موضوع فتحي، شايف مين يعني، هل في غلطان ولا هو ده مش غلط، ده كوره وطبيعي وفرق الفلوس كتيره جدا وفرق السنين، الاهلي عارض سنتين وهو رايح 3 سنين، السنه الثالثه دي هتعمل له فرق حوالي 17 18 مليون. انت هل شايف ان هو وجوده اساسا من النادي الاسماعيلي ده اللي مخلي قراره يبقى كده قوي؟ لو هو كان ابن النادي الاهلي بجد مثلا زي حسام عاشور كان الموضوع ممكن يتغير في قراره، ولا لا ملهاش دعوه بان هو من النادي او مش من النادي؟ يعني كل واحد في الدنيا بيبقى عنده حسابات.
حسابات حازم امام غير حسابات ميدو غير حسابات حسام حسن غير كل واحد عنده حسابات واولويات في الحياه. هل الاولويه بالنسبه لاحمد فتحي ان هو بعد ما يعتزل ان هو يكون ليه مستقبل مع النادي الاهلي على مستوى التدريبي او مستوى الاداري، ولا هو راجل بيقول لك لا انا عايز اعمل اكبر مكاسب ماديه دلوقتي وانا واقف على رجليا وانا بلعب والناس دي ما قدرتنيش بالشكل اللي انا شايفه، فانا هكسب دلوقتي. انت مش عارف تكسب كل حاجه في الحياه تمام. انا رايي ان احمد فتحي خد طريق اللي هو بتاع لا انا هكسب دلوقتي المكاسب الماديه واكمل في حته ثانيه واشتغل، لكن هو قفل على نفسه باب ان هو يبقى ليه مستقبل داخل النادي الاهلي. صعب خلاص، هيبتدي ان هو ايه يبقى بلاك ليستد يعني من الاخر كده، يعني زي اللعيبه اللي بيكلكها بلاك ليستد يعني. ان هو راجل رفض ان هو يكمل وان هو اعتزل، كل حاجه ليها مكاسب لكن مفيش صح ومفيش غلط. الصح الغلط في موضوع احمد فتحي في رايي يعني، انا من رايي ان هو كان صريح من الاول ان هو يمشي وخلاص، او ان هو طول او يوم القعده الاخيره كان لازم يقول لهم انا مش موافق ويمشي 48 ساعه وبعدين يطلع فيها يقول هي دي متهيألي يعني. احسن واحد سائل، احسن واحد سائق قصه بشكل كويس شريف. شريف قرا الموقف من بدري واشتغل صح، وان انا راجل انا شايف الجيم الناس وخلي بالك برده يعني مش ميزه، بس هو انا شريف ما بيلعبش برده فدايما الدقيقه نوعا ما الناس ما تزعلش من شريف ان هو انا ماشي عادي. اه لا هو ماشي ذكي وشريف ماشي بشياكه تمام وقاس الموضوع صح. شريف ذكي ونضج يعني بقى فكره كويس جدا. لا بقول لك هو مكان خلي بالك شريف ما بيلعبش وبالتالي الجمهور مش يعني مش معاه قوي ان هو طبعا انت معاك حق انت ما بتلعبش لا ما هو مثلا انك تمشي ما هو مثلا حسام عاشور يعني قصدي يعني شوف الجمهور كان هيزعل منه وهو ماشي وهو ما بيلعبش ماشي. ما حسام عاشور برده ما كانش بيلعب تمام، والناس زعلت من حسام ان هو طلع قال ازاي وانتم ما قدرتونيش وكذا وكذا وكذا. الناس ما زعلوش منه قوي، في ناس زعلت من الاهلي ان هو يعني لا ما هو ما زعلوش منه عشان هو لغايه دلوقتي ما خدش قرار، هو يعني لو خد قرار ان هو هيروح نادي تاني وهيلعب هيزعلوا منه. لا خلاص هو الاهلي بلغه انا مش عايزك يعني الاهلي بلغه قال له انا مش عايزك وبالتالي هو لو عمل اي حاجه ما حدش هيزعل منه. صح لكن فتحي الناس عايزاه وبالعكس انا شايف الاهلي ادوا له اوفر كويس يعني. صح صح عندك حق يعني انا نسيت الحته ان هم اصلا ما كانوش عايزين. حسام عاشور يكمل ولا خلاص؟ اتكلمت في الموضوع ده قبل كده يعني. انا بص انا ما اعرفش هو معاه كام في البنك، ده نقطه بجد يعني. انت النهارده يا جماعه ما ينفعش ان انت تاخد قرار لحد. صح. كل واحد اضرب ظروف. انا الراجل ده مثلا لو هو النهارده راجل كان استثمر بشكل كويس في فلوسه وان هو راجل عنده بيزنس تاني او عنده كذا وبتاع وخلاص ده الوقت اللي انا خلاص مش عايز العب في حته غير النادي الاهلي اقعد خلاص ما عنديش مشكله. انما افرض الراجل ده عنده اصلا استراجلز وعنده مديونيات وعنده حاجات ان هو لازم يدفعها ولازم يفضل ان هو يلعب كوره عشان يقدر ان هو يعيش عيلته ويعيش. الراجل ده بيصرف على 20 30 واحد، ما ينفعش تخش جوه قلب الناس يا جماعه جوه مخ الناس. في ناس في لعيبه كوره من لعيبه الكوره اللي انت شايفينها دي الناس بتقول لك بتاخد ملايين مثلا. واحد يقول لك مثلا بس هو ما حدش محوش منهم حاجه يا كابتن. في ناس لا في ناس ما تحوش وفي ناس صرفت فلوس على طول ما حاش فلوس. لا وفي ناس كمان في ناس انت ما تعرفش يعني. في لعيبه كوره يا جماعه بيصرف على جيش يعني على اهله واخواته بيصرف يعني. واحد زي شيكابالا ده مثلا بيصرف على 50 60 واحد في اسوان بيصرف هو طبيعه شخصيته كده. فالنهارده ما تخشوش جوه قلب الناس ولا ما بيعملش حاجه حرام ولا حاجه. لا وبعدين انا ضد ان يا جماعه احنا ما ينفعش يبقى في قسوه كده يعني. ما ينفعش واحد زي احمد فتحي يتشتم بكل التاريخ ده وكل الرجوله دي والقلب. لا انت عارف انا بتضايق من كل حاجه وبعد كده تيجي تقول لك ان انت ما عملتش حاجه يعني. قريت واحد على تويتر كاتب لي ايه؟ انت عارف انا بتضايق من ايه؟ عارف واحد كاتب لي على تويتر احمد فتحي وعمل ايه للنادي الاهلي؟ لا لا انا بتضايق من عارف من ايه بقى؟ لما تلاقي موقع بعد مثلا حصل فتحي كده فيه كلمه لفتحي ويسيبوا بقى الناس يعني. انت بتفتح له السكه ان يقعد يشتم يعني ليه بتعمل موقع. يعني ايه كلمه فتحي؟ ما اكيد ناس تشتمه. ايه نظريه ان انا اعمل له كلمه وجه كلمه لفتحي بقى؟ ما اكيد هيتشتم. بقول لك ايه يا جماعه يعني خلوا يعني فتحي بغض النظر ناس شايفاه اكيد الجمهور هيزعل الجمهور الاهلي زعلان، ولكن هو يعني بكل الاحوال من ارجل اللعيبه في مصر الراجل بيشتغل عليه. بقول لك ايه في ليه تفتح للناس سكه انه يقعد يتشتم؟ كابتن في موقع كبير امبارح كابتن حازم عارف كاتب الهيدلاين ايه؟ عامل ارتكل عن ايه؟ البطولات التي خسرها احمد فتحي مع الاهلي. لا والله موقع كبير مش عايز اقول اسمه تمام. وكاتبين بقى جوه تحت ان هو خسر بطوله افريقيا مش عارف ايه وخسر مش عارف ايه وخسر دوري مش عارف ايه. ده اسمه كلام يا جماعه يعني راجل انت في الاخر ماشي حتى لو انت ليه كده يعني ليه القسوه دي؟ قسوه كبيره جدا. سخن ربنا يسهل الحال. ميدو بشكرك شكرا جزيلا نورتنا يا ميدو. شكرا. كله كويس؟ كله 100%. في سبيس بيني وبينك على طول قال لي ما سلمتش عليك ولا اي حاجه وحشتني بس والله حبيبي. شكرا اعزائي المستمعين والمشاهدين وكل الناس اللي معانا على الديجيتال وتشوفونا على يلا كوره. بنشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله والاسبوع الجاي ونتكلم في موضوع جديد ان شاء الله. الدوري الانجليزي لكره القدم والهدف الاول والله دي فن ولعب كبير السنه اللي قال دي مدرسه اوروبا الدوري تعيش
عيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحزم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي